قوي جامد وحاد. واكتر حاجه استفزتك 2021؟ حاجات كتيره، بس اكثرها موقف حسن مصطفى في، انا افتكرته دلوقتي على فكره كنتش فاكر، يعني لما عمل بطوله العالم للانديه اللي الزمالك بيشارك فيها بمناسبه ان هو بطل افريقيا، فدعا فما دعاش رئيس نادي الزمالك اللي هو فرقته بتلعب هناك، وقال انا دول اصدقائي اللي انا داعيهم. فقلت له الكلام ده لما يبقى عندك عيد ميلاد لحد من عيلتك اعزم اللي انت عايزه، بس دي بطوله عالميه فانت لازم النادي اللي بيلعب رئيسه يبقى موجود. مع عظيم احترام ان الخطيب يبقى موجود لانه شخصيه عامه، حسن حمدي مع حفظ الالقاب شخصيات عامه تبقى موجوده، بس الاولى ان يبقى موجود رئيس النادي اللي بيلعب. صحيح.